تتفاقم إذن الأوضاع المعيشية للمواطن اليمني جراء الحصار والعدوان على اليمن، وتتزايد تلك المعاناة مع دخول شهر رمضان المبارك في ظل ارتفاعات سعرية غير مسبوقة تجاوزت القدرة الشرائية لغالبية المواطنين. يعيش أبناء اليمن ظروفا مادية ومعيشية قاسية نتيجة الحصار والعدوان السعودي الذي كان من نتائج ارتفاع أسعار الصرف والعملات، ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن خصوصا مع دخول شهر رمضان. الناس يعانون من مشاكل خاصة في موضوع على الغاز، ارتفاع الأسعار خاصة التجار، إن الأسعار بتنزل والتجار ما زالوا محتفظين بالأسعار كما هي، يعني هذا سبب مشاكل كبيرة خاصة في الوضع الحالي. الناس يعانوا بسبب غلاء الأسعار وبسبب أيضا ارتفاع العملة هذه اللي هي الدولار والريال السعودي، ما سببت مشاكل مع الناس بشكل كبير. يعني الروحانية التي يتميز بها شهر رمضان تسلبها الحاجة وتوجه البعض لتجميع القمائم وبقايا المخلفات ليوفروا لهم مصدر للدخل. السنة هذا كل حد هو البداية ما قد يقدر يحل، تختلف مثلا من جهة الحالة، هكذا الحالة ضعفت زيادة في المادة. والله في ناس يعني حالتهم لا يرثى لها، لكن على الله إن شاء الله يكون بالخير. وضع الناس يعني لا بأس، يعني هذا سنة خفيف شوية على كل سنة، بس الله ما الحمد لله، واحد الجار ما بيفلت جاره والأخ ما بيفلت أخوه، الإنسان الضعيف والله أن الناس بيساعده. الفقر الذي خيم على اليمن لعقود من الزمن ساد من حدة الحصار والعدوان السعودي وارتفاع الأسعار المفاجئ قبيل شهر رمضان. دببت له ب7000 ريال مع دخول الشهر الكريم، مع الأزمة هذه، مع الحروب هذه، مع المشاكل هذه، وب7000 ريال كيف نقدر نعيش؟ كيف المواطن يقدروا يعيشوا 7000 ريال؟ لا قدرنا نشتغل في السيارات، لا قدرنا. وأنا صاحب تاكسي. حال تكاد تكون الأسوأ هي حال المواطن اليمني الذي يتجرأ ويلات العدوان إلى اليوم وحصاره ودماره لأكثر من عام بدون أن يحرك العالم ساكنا. محمد جميل، اليمن اليوم، صنعاء. سائقو الأجرة قصة من النضال في سبيل تأمين حياة كريمة لهم ولأسرهم، خصوصا مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وفي الشهر الفضيل تحديدا.